بسم الله والحمد لله والله أكبر. ناخذ آية 19. وجاءت سكرة الموت بالحق، يعني الموت جاي، والسكرة بتاعها هي الشدة المركزة بيها، والعياذ بالله. اللي عنده 10 سنين عزق رمضان، اللي عنده أكثر ولا أقل، اللي كان فتان وتمشي الصبيطة صبيطة، رويدكم رويدكم صغار ستعرفون سكرة الموت. قدر اليوم إبليس غلق عليكم، لا هنا ليس هناك موت إلا في القليل، أما أغلب الأحيان كانوا لا موت. تعرف من يظهر لك تستجر الفرق بين جماعتين، وأنت ماشي تشهد شهادة الزور ولا ما. وجاءت سكرة الموت بالحق، أي ستعيش. أما في أحوالك قبل السكرة، أحوالك تاع واحد ناسي اللي فما موت، ولي حتى عرف الموت يقول لك بعد الموت هذه ما ماش بعد، ترى انتظر تثبيت تثبيت. وجاءت سكرة الموت بالحق بعد شما، لا كيف يتم، سنرى ذلك بعد الشريط ده إن شاء الله تعالى.